السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الـ expenses of juridical persons. احنا طبعا كنا غطينا المرات اللي فاتت الـ revenues of juridical persons وقلنا ان هي عبارة عن normal revenue, subsidiary revenue and capital gain. طبعا احنا عارفين ان الـ expenses بتاعت الـ natural persons اللي اتكلمنا عنها في الترم الاول كنا قلنا اول نوع فيها كان الـ expenses not supported by documents. نفس الكلام هنا بالنسبة للـ juridical person, برضو هي أول نوع في الـ expenses. وطبعا دي بسيطة وإحنا عارفين الـ rule بتاعتها اللي هي approved within 7% of total general and administrative expenses. المهم في الكلام ده إيه؟ هو second type of expenses of juridical persons. هي دي مهمة جدا جدا ولازم نركز فيها لأنها مختلفة بعض الشيء عن natural persons. النوع التاني هو debit debt return on loans, عوائد أو فوائد القروض المدينة. يعني إيه فوائد القروض المدينة؟ يعني أنا شركة دلوقتي رحت خدت قرض علشان أمول المشروعات بتاعتي, أمشي الشغل بتاعي وأمشي الأكتيفيتيز بتاعتي, يعني حاجة مرتبطة بالوظيفة بتاعتي أو مرتبطة بالشغل بتاعي. العوائد اللي انا بدفعها او الفوائد اللي انا بدفعها على القروض دي بتعتبر expenses بالنسبه لي وانا بسجلها عندي في الانكم ستيتمنت. طب مصلحه الضرايب لما تيجي تتعامل مع الفوائد دي ك expenses, هل بتعتبرها approved or not approved؟ debt return ده او interest on loans دي بتتعامل معها ازاي؟ من المفترض انها تكون approved ما دام هي مرتبطه بالactivities بتاعه الشركه وحاجه اساسيه بالنسبه للعمل بتاعها, يبقى المفروض انها تبقى approved as expenses. قال لك ولكن في حالات معينة, لو الحالات دي حصلت هتكون ال debt returns دي not approved as expenses, الفوائد دي هتبقى غير معتمدة او مش هقدر ان انا اقسمها ك expenses. ايه هي ال cases دي؟ The first case are debt returns for loans taken from non-taxable natural persons, الفوائد بتاعت القروض اللي انا باخدها من اشخاص طبيعية, الأشخاص دي معفية من الضريبة. شركة دلوقتي راحت أخدت قرض من شخص طبيعي, مش من شركة تانية بقى أو من بنك أو من كده, لأ ده هي راحت أخدت القرض ده من شخص طبيعي, الشخص ده أصلاً معفي من الضرايب, non taxable or exempted from tax. إذن الفوائد اللي هو هيدفعها على القرض ده هتبقى not approved as expenses لو هو سجلها ضمن income statement بتاعته, مصلحة الضرايب هتعتبرها not approved as expenses. يبقى the first case are debt returns for loans taken from non-taxable natural persons. The second case are debt returns for loans exceeding twice the credit rate declared by the Egyptian Central Bank. فوائد القروض اللي بتزيد على ضعف معدل الاقتراض اللي بيسمح به البنك المركزي. يعني ايه؟ البنك المركزي بيجي سنويا يقول السنة دي معدل الاقتراض النسبة الفلانية. النسبة دي انا بضرب في 2 عشان اعرف التوايس بتاعها قد ايه. لو فوائد القرض عدت التوايس ده, عدت توايس الكريدت ريت اللي هو معدل الاقتراض اللي بيسمح بيه البنك المركزي ده, اذا هتبقى في الحاله دي الفوائد دي نوت ابروفد از اكسبنسز. يبقى انا بعمل ايه؟ انا بمسك الكريدت ريت بضربه في 2 عشان اعرف التوايس بتاعه قد ايه, وبشوف هل فوائد القرض عدت التوايس ده ولا ما عدتهاش. لو ما عدتهاش والله هتبقى ابروفد, لو عدتها هتبقى not approved as expenses. طبعا هو بيحدد لي الكريدت ريت ده في المسألة عشان أعرف أنا هي عدت twice ولا لأ. The third case are debt returns for loans exceeding 4 times the actual ratio. وهنعرف إيه الأكتوال ريتيو ده بعدين, بس مطلوب مني دلوقتي أعرف إن الفوائد بتاعة القروض دي في الحالة دي بتتخطى 4 times, 4 أضعاف, وال 4 times دي حاجة ثابتة, 4 times the actual ratio. يبقى المفروض ان انا بيبقى عندي حاجة اسمها ال actual ratio بتتحسب بطريقة معينة من steps معينة هنقولها بعد كده. بشوف ال actual ratio ده واشوف هل هو تخطى ال 4 times ولا ما تخطاش. لو تخطى ال 4 times اذا ال debt returns فوائد القرض ده هتبقى not approved as expenses. لو هي ما تخطتش 4 times يبقى إذن هتبقى إيه؟ approved as expenses, وهنعرف برضو بعد كده الـ actual ratio ده إيه هو. The fourth case, الحالة الرابعة, debt return for loans not used for performing the company's activities or for personal use. ممكن صاحب الشركة أخذ قرض شخصي ليه
جايب عربية لنفسه فاخد قرض عشان يجيبها. طيب مسجل الفوائد دي ضمن الانكم ستيتمنت. في الحالة دي مصلحة الضرايب ملهاش دعوة بيها، ما دام مش مرتبطة بالمين اكتيفيتي، مش مرتبطة بالشغل والمشروعات بتاعة الشركة، يبقى على طول دي هتبقى debt returns، دي الفوائد اللي هو بيدفعها على القرض ده او القروض دي هتكون not approved as expenses. نيجي بقى هنا نفسر الكيس نمبر 3 اللي هي ان ال debt returns exceeding 4 times the actual ratio. احنا قلنا ان احنا هنقول ال actual ratio ده بيتحسب ازاي او اعرفه منين عشان اعرف اذا كانت ال debt returns دي بتزيد على ال 4 times بتاعه ولا لا. المسألة بتبقى محددة لي ساعتها مجموعة من الجيفن، الجيفن ده عن طريقه بوصل للاكتوال ريشيو ده، أو بتقول لي بشكل صريح على طول كده الاكتوال ريشيو هو كام، فأنا بشوف هل الديت ريتيرنز تخطت الفور تايمز ولا ما تخطتهاش. طيب ده الكلام ده لو هو جيفن وموجود ببساطة في المسألة. طب لو هو مش موجود، المسألة بتبقى موضحة زي ما قلت حاجات معينة بحسبه بيها. ايه هي الستبس بقى to calculate the non-deductible cost in case of debt returns exceeding 4 times the actual ratio؟ بحسبها ازاي ال non-deductible cost؟ ما انا قلت ان هي لو تخطت ال 4 times هتبقى non-deductible cost، ما اقدرش اقسمها. طب انا هحسبها ازاي ال non-deductible costs دي؟ The first step to calculate the amount of debt returns that aren't approved or the non-deductible costs when they exceed 4 times the actual ratio، اول حاجه لازم تبقى عندي لازم احسب حاجه اسمها الافريج لونز، متوسط القروض. طب متوسط القروض دي انا هحسبها ازاي؟ احنا عارفين الافريج بتاع اي حاجه، بمسك البيجنينج وبجمع عليه الاندنج وبقسم على ايه، على 2. يبقى الافريج لونز هحسبها ازاي؟ ببساطه بيجنينج لونز بلس اندنج لونز ديفايدد باي 2. همسك البيجنينج لونز اجمع عليها الاندنج لونز واقسم على 2. ستيب نمبر 2 is to calculate average owner's equity. How to calculate average owner's equity؟ نفس الكلام، beginning owner's equity plus ending owner's equity divided by 2. beginning زائد الending بتاع owner's equity واقسمه على 2. نيجي للخطوة الثالثة المهمة وهي اللي أنا عايزة أعرفه وأوصل له هنا، هي الـ actual ratio. هعرفها منين الـ actual ratio هنا اللي هي اختصارها AR؟ الخطوة الأولى على الخطوة الثانية، يعني الـ average loans اللي أنا حسبتها في الخطوة الأولى هقسم عليها الـ average owner's equity اللي هي step number 2. يبقى أنا عندي هنا الـ average loans هقسم عليها الـ average owner's equity. الخطوة الرابعة هي هنا إن أنا أشوف الـ amount of non-deductible costs، أشوف قد إيه non-deductible costs، وهي طبعاً الـ amount اللي بتزيد على 4 times the actual ratio. هحسبها إزاي الـ amount دي؟ همسك الديت ريتيرن بيه بيحدد لي في المساله، يقول لي انا هو دفع الفوائد الفلانيه على القرض، فبمسك الفوائد دي بضربها في ايه؟ بضربها في الاكتوال ريشيو اللي انا حسبته طبعا في الخطوه الثالثه، واطرح منه 4 اللي هي 4 تايمز اللي قلنا عليها دي، خلاص، واقسم على الاكتوال ريشيو تاني. هي معادله كده لازم نحفظها. يبقى انا بمسك الديت ريتيرن بيد اشوف انا دفعت قد ايه، اضرب في الاكتوال ريشيو اللي انا حسبته في ستيب نمبر 3، اطرح منه 4، الفور اللي هي متحدده في الكيسز اللي هي not exceeding the 4 times هي دي خلاص، والفور دي ثابته، واقسم على الاكتوال ريشيو مره ثانيه. خلاص في الحاله دي انا هقدر اوصل للاماونت اوف debt return اللي هو not approved as expenses او اللي هي بنقول عليها non deductible costs. ناخد مساله بقى توضح الكلام ده. problem 6 page 128. Total loans received by the company during 2019 were 2 million. These loans were used for the company's activity. And the total debit returns paid during the year were 400,000. The credit rate declared by the central bank was 9%. Revenues for 2019 included amount of 60,000 returned from Egyptian bonds. Required calculate the above deductible debit return for 2019. مطلوب هنا اعرف الـ approved amount of the debt returns. هعرف الـ approved amount ازاي؟ اول حاجه لما اشوف مساله زي دي ادور هل في اي حاجه بتقول ان الشركه دي كانت اخده اللون ده من natural person exempted from tax؟ لا مفيش. طب هل في حاجه بتقول ان القرض ده تخطى twice
the credit rate declared by the central bank. هو في معلومة هنا بتقولي ان the credit rate was 9%، يبقى انا المعلومة دي هقدر اعرف بيها اذا كان هو تخطى twice ولا ما تخطاش. هل في حاجة بتقولي ان القرض ده تخطى، الفوائد دي تخطت 4 times the actual ratio؟ لا، مش مديني اي تفاصيل تخص ال actual ratio او ازاي ان انا احسبه، يبقى دي هستبعدها برضو الكيس دي. هل في حاجة بتقولي ان القرض ده مش مرتبط not related to the activity of the company؟ لا، ذكر لي في المسألة وقايل لي ان loans دي were used for the company's activity. يبقى انا عندي هنا 2 cases هعتمد عليهم في الحساب بتاعي. الكيس الاولانية هي فيما يخص ال credit rate، والكيس الثانية اللي بتقولي ان loan ده related to the company's activity. يبقى انا مطلوب مني اشوف هنا هل الفوائد دي تخطت twice ال credit rate ولا لا، لان انا ما عنديش حاجة بتخص ال actual ratio علشان احسب بيها. في الحالة دي انا هعمل جدول، اول حاجة هحطها فيه هي ال debt return paid، الفوائد اللي هو دفعها بالفعل. هو دفع كام؟ دفع 400,000 قايل لي في المسألة كده، يبقى احط قدامي 400,000. خلاص، الحاجة اللي بعد كده ان انا هشوف الماكسيمم اماونت ابروفد. انا ما عنديش هنا غير حاجة تخص الكريدت ريت، يبقى الماكسيمم اماونت ابروفد هو اللي مش هيتخطى توايس الكريدت ريت. طب انا اعرف منين الاماونت اللي تخطى ولا ما تخطاش توايس الكريدت ريت؟ الاماونت اللي هو الماكسيمم ابروفد اللي هو توايس الكريدت ريت هحسبه ازاي؟ هشوف الكريدت ريت في المساله قايل لي 9%، هضربه في 2 اللي هو توايس، واضربه في كام؟ اضربه في الاماونت التوتال بتاع القرض، لان انا ما عنديش اي حاجه ثانيه احسبه بيها، اشوف قيمه القرض قد ايه واضرب في توايس الكريدت ريت. قيمه القرض الفعليه كانت 2 مليون، خلاص، واضرب في 9% في 2 هيبقى الابروفد اماونت او الماكسيمم ابروفد اماونت از 360,000، 360,000 جنيه. يبقى هو دفع بالفعل 400,000، ولكن اللي انا اقدر اعتمده له او اقسمه له ماكسيمم هو 360,000. احط ال 360,000 هنا في خانه التوتال لان دي هي الرقم اللي هتعامل معاه بعد كده. هل المساله خلصت على كده وانا كده عرفت الابروفد اماونت؟ لا، انا لسه لي خطوه كمان. ايه هي؟ كان قايل لي في المساله ان هو استلم 60,000 فوائد من ايجيبشن بونز. هو كان شاري ايجيبشن بونز وهو اخد عليها فوائد، اخد ريفينيو منها، جاي له عوائد قد ايه؟ 60,000. دي اللي بنسميها كريدت ريتيرنز لانها جايه له ومش دافعها، على عكس اللي هي الديت ريتيرن بيد، دي اماونت هو دافعها، لكن العكس الكريدت ريتيرنز دي اماونت جايه له، ريفينيو جايه له من الايجيبشن بونز دي. القانون الضرايب المصري قال الكريدت ريتيرنز لازم تتخصم، must be deducted from the debit returns، لازم تتخصم من الديبت ريتيرنز. ليه لازم تتخصم من الديبت ريتيرنز؟ خلاص، لان هي فلوس جايه، ريفينيو جاي له، خلاص، فلازم يتخصم وانا بحسب الحسبه بتاعتي، سواء كان الكريدت ريتيرن ده تاكسبل او نوت تاكسبل، سواء كان خاضع للضريبه او مش خاضع للضريبه، انا لازم اخصمه في الحسبه بتاعتي بتاعه الديبت ريتيرنز، اخصمه من الديبت ريتيرنز عشان اعرف النت ديت ريتيرنز بتاعتي ابروفد قد ايه. يبقى تاني، يبقى انا جبت الماكسيمم اماونت ابروفد ازاي؟ شفت الاماونت الريت ديكليرد باي ذا سنترال بانك اللي هو 9%، ضربته في 2 في 2 مليون اللي هي قيمه القرض، يبقى 360,000 لس الكريدت ريتيرنز اللي هو قايل لي عليها في المساله اللي هي 60,000، هقسمها طبعا من 360,000 اللي هي الماكسيمم ليميت، يبقى النت ديت ريتيرنز ابروفد فور ذا يير 2019 از 300,000. لو عايزين نعمل كومنت بقى للمسألة دي هنقول ايه؟ To calculate the approved deductible debt returns, we compare between the amount of total debt returns actually paid and the maximum approved amount. هنقارن ما بين حاجتين. The total debt returns actually paid، انا عايز اعرف دلوقتي القيمة اللي مصلحة الضرائب هتعتمدها في الفوائد دي او ليه هتقسمها. هنعرفها منين؟ هقارن ما بين حاجتين. Total debt returns paid اللي هو دفعها اللي هي 400,000 بالفعل، والماكسيمم ابروفد اماونت. طب دي هحسبها ازاي؟ اتس كالكوليتد باي مالتيبلاينج توتال اماونت اوف لونز، بشوف قيمه القرض الكليه ريسيفد ديورينج ذا يير اللي هو اخدها خلال السنه، وبضربها باي توايس ذا كريدت ريت ديكليرد باي ذا سنترال بانك، في ضعف
معدل الاقتراض اللي مسموح بيه من قبل البنك المركزي. خلاص then deducting، جبت ال approved amount ده، هطرح منه the credit returns، هطرح منه the credit returns. ليه خصمتها من ال approved؟ لان ال approved ده هو الليس عندي، كان 360,000 والقيمة الفوائد اللي هو دفعها كانت 400,000، فانا هخصم من ال 360,000 اللي هي الاقل credit returns، العوائد الدائنة اللي قلنا عليها اللي هي revenues اللي جاياله من اي مصدر تاني، خلاص من Egyptian bonds، من whatever، اي credit returns جاياله سواء taxable او not taxable لازم اقسمها من ال debit returns اللي هي عندي هنا الماكسيمم ليميت اللي هي كانت قيمتها قد ايه. الكريدت ريتيرنز دي كانت 60,000. بيقول لي هنا معلومه مهمه، even if the returns gained are from exempted bonds، حتى لو هي من سندات، السندات دي كانت معفيه او not taxable برضو انا هخصمها من ال debit returns او من debt returns. ناخد مساله كمان، موديول 4 بيج 129. المسألة بتقول ايه؟ The following data related to a resident juridical person in the year 2019. Beginning balance of loans 10 million from Ahli Bank, interest rate 11.5%. At July, the company took a loan of 30 million from Cairo Bank, interest 14%. At October, the company took a loan 10 million from CIB Bank, interest 20%. Total debt return paid and recorded are 3,450,000 according to the following. Ahli Bank loan 1,050,000, Cairo Bank loan 1,650,000, CIB Bank loan 750,000. The average owner's equity for 2019 was 2.5 million. The credit rate declared by the central bank during 2019 was 7%. Required calculate the non-deductible debt return for 2019. طالب مني هنا ان انا احسب الاماونت اللي هي not deductible from the debt returns، اشوف قد ايه not deductible من debt returns اللي هو دفعها. هو مبدئيا قايل لي في المساله في نصها كده ان debt returns اللي هو دفعها كانت بقيمه قد ايه، 3,450,000. طالب مني اعرف الاماونت non deductible منها قد ايه، قد ايه مصلحه الضرايب مش هتقسمه. احنا عارفين الفور كيسز بتوعي اللي لو اتحققوا هيبقى ال debt returns دي not approved as expenses. يبقى انا اول حاجه مطلوب مني ادور هل في قروض متاخده هنا من natural person exempted from tax. ما قاليش في اي حاجه في المساله عن حاجه زي كده. هل في عندي debt returns exceeding twice the credit rate declared by the central bank؟ ايوه، مديني معلومه تحت ان الكريدت ريت ديكليرد باي ذا سنترال بانك از 7%. خلاص يبقى انا هعتمد عليها علشان اعرف لو في اماونت اكسيدنج توايز ذا كريدت ريت ده، يبقى دي هتبقى نون ديدكتبل، دي هتبقى اول جزء في الحسبه بتاعتي. هدور على حاجه كمان، هل الديت ريتيرنز دي اكسيدنج 4 تايمز ذا اكتوال ريشيو؟ الاكتوال ريشيو هنا هل ذاكر لي هو كام؟ لا هو مش مديهوني صراحه، لكن مديني بيانات اقدر اوصل له عن طريقها. يبقى انا برضو لازم احسب بالحسبه اللي هتوصلني للاكتوال ريشيو، فاعرف هل الديت ريتيرنز بتزيد على 4 تايمز الاكتوال ريشيو ده ولا لا. فدي حاله ثانيه انا هعرف بيها النون ديدكتبل كوستس بتاعتي. خلاص يبقى انا دلوقتي انا عندي حاجتين مهمين انا هعتمد عليهم. اول حاجه اللي هي ان الديت ريتيرنز لو كانت اكسيدنج توايز ذا كريدت ريت، تاني حاجه ان لو debt returns دي exceeding 4 times the actual ratio. ابدا واحده واحده احسب الحسبه بتاعتي. first debt return exceeding twice the credit rate، اشوف الamount of debt returns اللي هي بتزيد على twice the credit rate، لان دي اول جزئيه هتبقى عندي في النون deductible costs بتاعتي. اعرفها منين debt returns exceeding twice the credit rate؟ اما اشوف حاجه زي كده انا مطلوب مني اشوف فين القرض اللي الانترست بتاعته بتتخطى twice the credit rate. هو اخد كام قرض؟ هو لحد دلوقتي قال لي ان هو عنده في قروض اخدها من بنك الاهلي، في قرض متاخد من بنك مصر، في قرض اخده من السي اي بي، يبقى في ثلاث قروض، في من بنك الاهلي ومن بنك القاهره ومن السي اي بي بنك. الريت بتاع القرض اللي اخده من البنك الاهلي كان قد ايه؟ 11.5%.
طيب افكر، هل ال 11.5% exceeding twice ال credit rate اللي في المسألة؟ ال credit rate في المسألة هنا بتاع ال central bank قد ايه؟ 7%. twice بتاعه is 14%. لا طبعا، ال 11.5% الريت اللي على اللون from الاهلي بنك didn't exceed twice the credit rate، يبقى ده انا هتجنبه. ادخل على اللون التاني اللي هو من الكايرو بنك، الانترست بتاعته قايل لي 14%. طيب هل دي exceeded twice the credit rate؟ احنا قلنا twice the credit rate is 14%. افكر؟ لا، هي ما تخطتهاش، هي بالظبط واصله لحد الايه الليميت النهائي اللي هو 14%. ادخل على القرض اللي بعد كده، ات اكتوبر اللي هو اخد قرض ب 10 مليون من السي اي بي، الانترست بتاعته 20%، فايدته 20%. يبقى ده القرض الوحيد اللي الفايده بتاعته تخطت twice the credit rate اللي هو 14%. يبقى انا هقول the only debt return exceeding twice the credit rate is that of the CIB bank. الفوائد القروض الوحيده اللي هتتخطى twice the credit rate هي بتاعه القرض اللي انا اخدها منين؟ من البنك السي اي بي. طب هحسب ازاي الاماونت النون ديدكتبل منها من الديت ريتيرن دي؟ لازم اعمل الخطوه دي. هقول الديت ريتيرن اوف السي اي بي هو دفع قد ايه فوائد في بنك السي اي بي على القرض، مديني تحت مفصل لي هو دافع قد ايه فوائد على كل قرض، قايل لي الاهلي بنك دافع عليه 1,050,000، كايرو بنك دافع 1,650,000، سي اي بي بنك دافع عليه فوائد 750,000، يبقى انا هاخد الاماونت ده اللي هو الديت ريتيرن اللي هو دفعه في السي اي بي اللي هو 750,000 واضربه في ايه؟ هضربه في حاجه ماينس حاجه اللي هي ايه؟ الريت الاكتشوالي بيد اللي هو المعدل اللي هو بالفعل دفعه على القرض ده اللي هو في المساله عندي 20%، هاخد ال 20 دي واطرح منها ال توايس الكريدت ريت او اللي هو بنسميه الماكسيمم ريت، المعدل اللي هو ما ينفعش يتخطاه اللي هو توايس الكريدت ريت اوف ذا سنترال بانك اللي هو كام؟ 7 في 2 اللي هو 14. خلاص؟ طب وبعدين واقسم على ايه؟ واقسم على الريت اللي هو الاكتشوالي هو دفعه اللي هو ال 20. يبقى تاني هعمل ايه؟ هاخد الدت ريتيرن اللي هو دفعه الفوائد اللي هي دفع عليها 750,000 واضربها في الفرق ما بين ال 20 وال 14، ال 20 اللي هي الانترست اللي هي دافعها بالفعل على القرض ده، واطرح منها ال 14 اللي هي الماكسيمم ليميت اللي هو ما ينفعش يتخطاه اللي هو توايس الكريدت ريت، خلاص، واقسم على ال 20 اللي هو الريت اللي هو دفعه اللي هو ايه اكشوالي بيد، هيطلع لي 225,000. يبقى ده الاماونت اوف نون ديدكتبل ديت ريتيرن اللي بيخص ايه؟ اللي هو الجزء الاكسيدنج توايس الكريدت ريت. خلاص؟ نفس الحسبة بالظبط لو نفتكر كانت برضو وانا بحسب في الثيرد كيس اللي هي في الـ not approved expenses، لما قلت امتى الـ debt returns تبقى not approved expenses، كنت قلت اما اجي احسب الحالة بتاعت الـ actual ratio، لما كنت ببقى عايز اعرف هو امتى بيتخطى 4 times الـ actual ratio وبالتالي بيبقى not deductible، كنا بنحسب ازاي؟ كنت باخد برضو الـ debt return paid وبعمل ايه؟ وبضرب فيه الـ actual ratio minus 4 واقسم على الـ actual ratio. نفس الكلام هنا، بس انا هستبدل الـ actual ratio هنا بالـ rate الـ actually paid اللي هو دفعه خلاص بالفعل، وهستبدل الـ 4 times بالـ maximum rate اللي هو twice الـ credit rate. يبقى انا كده حسبت الـ debt return exceeding twice the credit rate. تاني حاجة لازم اعملها ان انا اشوف الجزء من اجزاء الـ debt return اللي هو بيزيد على 4 times the actual ratio. احنا قلنا هنا ان احنا هنعتمد على حاجتين، هنعتمد على الـ credit rate وعلى الـ actual ratio، لان انا اقدر احسب ده واقدر احسب ده. طب انا هجيب منين الـ actual ratio في المسألة دي؟ هنتبع الـ steps اللي احنا قلناها قبل كده علشان احسب الـ actual ratio، واشوف الـ amount اللي هو exceeding 4 times the actual ratio، هو ده هيكون الـ non-deductible costs بتاعتي. step number 1 is to calculate the average loan زي ما قلنا قبل كده، همسك الـ beginning loans بلس الـ ending loans وأقسمها على 2. طب الـ beginning loans في المسألة قد إيه؟ هو قايل الـ beginning balance of loans was 10 مليون، يبقى أنا همسك الـ 10 مليون دي هي الـ beginning loans بتاعتي، لازم أجمع عليها الـ ending loans. طب الـ ending loans عندي كام حاجة في الـ ending loans؟ كام رقم؟ عندي 3 أرقام. طب هتقولي جم منين الـ 3 أرقام؟
الرقم الاولاني هو العشرة مليون اللي هي كانت بيجينينج لونز اصلا، يعني دي بادئه معايا خلال السنه ومكمله معايا لاخر السنه، يبقى انا لازم احسبها مره في البيجينينج ومره في الاندينج. ال10 مليون اللي هي بالنسبه للقرض اللي هو اخده منين، من الاهلي بنك، هحسبه مرتين، مره في البيجينينج لونز ومره في الاندينج لونز زي ما قلنا لانه لسه مواصل معايا. هجمع عليه قيمه القرض الثاني اللي هو اخده من كايرو بنك في جولاي اللي هو ال30 مليون، وحجم عليه كمان ال10 مليون اللي هم القرض اللي هو اخده من السي اي بي بنك في اكتوبر. ده الاندنج لونز بتاعتي، واقسم على 2 هيطلع الافريج لونز 30 مليون. ستيب نمبر 2 از تو كالكوليت ذا افريج اونرز ايكويتي. هل هنا هو مصعبها عليا ومديني حاجات احسبها بيها؟ لا، هو مسهلها ومديني ايه؟ مديني قيمتها على طول اللي هي بكام؟ ب 2.5 مليون، يعني 2 مليون و500 الف. طب ستيب 3 كالكوليت ذا اكتوال ريشيو. هحسب الاكتوال ريشيو ازاي؟ الافريج لونز ديفايدد باي ذا افريج اونرز ايكويتي، يعني 30 مليون على 2 مليون و500 الف هيطلع لي 12. 12 دي بقى لازم اقول جنبها تايمز لان انا بقارنها بال 4 تايمز اللي هي النسبه الثابته اللي قلنا عليها. ستيب نمبر 4 is to calculate the amount of non-deductible debt return. اعرف قد ايه بقى من debt return non-deductible. نفس الخطوه اللي انا عملتها في الاخر في الخطوه اللي قبل كده، ان انا بمسك الديت ريتيرن بيد بضربه في، كنت بعمل ايه في الخطوه اللي فاتت؟ كنت بمسك الديت ريتيرن بيد وبضربه في ايه؟ بضربه في الريت بيد ماينس ذا ماكسيمم ليميت او ذا ماكسيمم ريت اللي هو توايز ذا كريدت ريت، واقسم على كام؟ واقسم على الريت بيد. هنا نفس الكلام لكن باختلاف، ان انا هعمل ال remaining amount of debt return، مش هاخد بقى debt return كله paid على القرض، لا انا هاخد ال remaining amount of debt return. هنا انا هنا حاطه مع في الحسبه بتاعتي التلات قروض، فهاخد الاماونت كامل بتاع debt return بس ما اقدرش اخده كله. ليه؟ لان في جزئيه منه non deductible انا حسبتها في الخطوه اللي قبل كده فلازم اشيلها منه، اللي هي ايه؟ ال 225000 اللي هم non deductible بتوع الخطوه اللي فاتت، لازم اشيلها من ال 3 مليون و450000 اللي هم total amount of debt return paid. خلاص، واضرب في ايه؟ واضرب في الاكتوال ريشيو اللي هي انا لسه حاسباها ب 12، واطرح منها 4 اللي هي ثابته قلنا ده مقدار ثابت 4 تايمز، واقسم على الاكتوال ريشيو اللي هي 12. لما اعمل الحسبه دي هيطلع لي الاماونت اوف نون ديدكتبل ديت ريتيرن از 2 مليون 150000. طيب ده الـ amount of non-deductible debt return اللي هو exceeding a 4 times the actual ratio. طب هل أنا هنا وصلت للـ total non-deductible costs كلها؟ لا، أنا لسه ما وصلتلهاش لأن أنا المفروض أجمع الـ non-deductible costs الخاصة بالخطوة اللي فاتت مع الـ non-deductible costs الخاصة بالخطوة دي عشان أعرف الـ total قد إيه. يبقى أنا هنا هجمع الـ 225,000 اللي هي اللي كانت من الخطوة اللي فاتت اللي أنا جايباها من الخطوة debt return اللي هي الـ exceeding twice the credit rate plus 2,150,000 اللي هي الـ amount of non-deductible debt return exceeding 4 times the actual ratio. خلاص، وأجمعهم هيطلع لي 2,375,000 وده الـ total non-deductible debt return. لو طلب مني التاكس تريتمنت بتاعت الـ non-deductible debt return هقول ان هي expense recorded and not approved and must be added to the A and B او الـ accounting net profit. ده الكلام ده لو في عندي مسألة بالـ adjustments مديلي فيها الـ A and B وطالب مني الـ T and B، انا لازم ادخل الـ debt return ده اللي هو non-deductible ادخله في الحسبة بتاعتي ازاي؟ اكتب expenses recorded and not approved واجمعه على الـ A and B. طب انا ليه بقول ان هو expenses recorded and not approved؟ لان زي ما احنا شايفين ان كان قايل لي التوتال ديت ريتيرن في المساله كان 3,450,000. طيب الاماونت اللي هو نون ديدكتبل قد ايه؟ 2,375,000، بمعنى ان هي ريكوردد ضمن الاماونت اللي هو 3,450,000. يبقى الاماونت ده اكسبنسز ريكوردد. ليه هو نوت ابروفد؟ لان ده احنا قلنا ان ما ينفعش ان انا اخصمه له، ده نون ديدكتبل، اتس
is not approved، وانا لسه حاسبه الحسبه بتاعتي اللي قالت لي ده non deductible. ليه؟ لان ده التوتال اماونت اللي هو جزء منه exceeded twice the credit rate، والجزء الثاني exceeded four times the actual ratio. Thank you.